قبل ما تشوف كاري دارك كنتي مخلوع دابا وليتي كتهضر. لا والله عمرني شوف والله خويا عمرني سعيد ما تخلع قسما بالله مرضي مع الناس مع انا بغيت نعرف هاد الناس دابا اللي داروا ضجه عليا واللي بغيت شهر تيدير سميتي. انا بغيت نقول واحد الكلمه للناس هاد منهم هذيك السيده اللي في اوروبا ومنهم مني كان الزنزال ديال الحوز اين كنتم مني كان رايدة تيجبد في الملايين الصحيحة وتيمشي لطلع للجبال اين كنتم كلكم كنتو ساقلين وراجعين اللور. لا راه في حويز زوينين راه حتى واحد ما معصوم من الخطا ولكن من الغلط ولكن انا ولكن بلاش يا رضا واش ما معصومش من الغلط واش هادشي اللي قالوا فيك ديال التجار نتحداهم نتحدى انت تقولوا وليدات صغار نتفعدوا بالله مش تراجيم واش احنا واش هي عرفتي شنو هي تشد قاصر تمارس عليه الدعاره ولا تمارس عليه شواش شذوذ جنسي او شنو هي قاصر راه الحبس الغراق راه ما يمكنش انا لا عندك الشرف السريه منين غتبان ان شاء الله براءتي ولا كتموتني راه كل شيء غيكون في يدك. مستعد ان اي امراه تشد ليها ولده ولا اي واحد مستعد العقاب ويلي يجيبوها الدليل ومرحبا ماني انا يجيبوا هاد الدليل ومرحبا انا بخير الحمد لله الله وفي القضاء كبيره خرجوا شي مؤثرين كيقولوا فيك شي حوايج شكون هما مؤثرين بزاف كيما انت مؤثر شكون هما هاد المؤثرين شكون هما مثلا هادوك اللي لهيه وهادوك اللي لهيه لا لا ما تنعرف انا حتى مؤثرين المؤثرين اصدقائي بالعكس 20 سوا منهم بزاف المؤثرين اللي تنقول لهم دابا هادو اللي تنقول لك انا راه شاركين معاك طعام راه كانوا صحاب لا عمر واحد ما كان صحابي شكون هما هاد المؤثرين شكون هما مدة على هذاك مؤثر هذاك شنو هو هذاك داك ما تنعرفوش مجيتش فيا دوز بغيتش نسمع حتى سميتو كلشي غيبان صرب لك واحد الفيديو بليت فيه شويه فيه شويه وكتعير داك لا لا محامون شوف أنا ولكن الفيديو ما كاملش فيه شويه شوف انا تنتعرض للمؤامره خير ذلك بان هذا الفيديو فيه ثلاثه ثواني ولا اربعه عاود لي على هذا الفيديو انا كداير لايف كندير لايف في داري وكان شعري بالكري ماشي شعري كحل كان معاك شي واحد مريض؟ ما كان معي حتى واحد لايف بوحدك فاتح لايف تنهضر مع البنات دوز جبدنا موضوع قلنا لهم اجي كان هذيك النهار الحد مع ديميتر قلت ارا فطرت درت قهوتي قلت ارا نحل لايف نهضر مع البنات نضحكوا شويه جبدنا موضوع الامارات على السفرتي ما علاش كانوا بزاف ديال الاسئله جاوبتهم انت ما بقيتيش كتمشي قلت لهم البنات انا راه ما مصفرش من الامارات انا باقي تنقولها ما مصفرش من الامارات انا خرجت برجلية بخير من الدوله بخير منين خرجت دار لي البلان في الامن عند امن الدوله دوينه قالت لي نقصت شو سؤالي في الفيديو في دوله الامارات سؤالي في الفيديو قالت لي قريت السؤال لا شتي الفيديو قريت السؤال علاش ما درتيش محامي قلت لها هذوك المحامين ديال دوله الامارات كلهم نصاب ها اللي خد مني 8 ها اللي خد مني 10 وهذا الشيء اللي كاين كتصيفط لهم من هنا بالناس وعندي كل شيء بالدالي انا هما مصريين ومع احترامي الناس ديال مصر كاملين تنحترمهم وتنكون لهم جميع الاحترام اشقائنا في مصر تنموتوا عليهم وهذوك راه خوتنا انا دويت على جوج محامين اللي تعرضت لواحد عمليه النصب اللي هي 18 مليون قالوا لي باش نحيدوا لك هذاك الشيء اللي ندير في الامن ديال الدوله وبانك باش تدخل لدوله الامارات انا حاشا واش يتمثل باش نعاير هيئه الدار البيضاء او هيئه المحامين اللي من طنجه للكويره اللي تنكون لهم احترام كبير ومسؤوليه كبيره وما ادراك ما المحامين تبارك الله دابا دايرين واحد الاضراب على قبل المواطن ونوض نسب فيهم هما حاشا يعني واش يعني ذاك اللايف اللي درتي شحال كانت فيه من دقيقه؟ ولا كانت فيه 45 دقيقه راه ساعه الا ربع ولا اكثر 45 دقيقه بقات فيه ثلاثه ثواني الا شفتوا انا تنطالب بالفيديو تحط في الخبره الا ما كانش الفيديو مقطع ومونطي واخا انت درتي اللايف علاش ما جبتيش انت من عندك ما الانستغرام مشى ليا انا عنديش انستغرام فيه مليون و200 داو لي الانستغرام انا كون كنت عارف الانستغرام كون جبت اللايف غيكون مسجل في الارشيف غنجبدو غنحطو للمغاربه هو المشكل اللي طحتي فيه يعني داو لك كلشي بقى عندهم دابا ربما غيجبدوك فيديوهات اخرى يبداو يقسموا فيهم شوف انا اي حاجه عندي ليها الحل الحمد لله انا لست بمذنب وانا القضاء المغربي او هيئه المحامين من طنجه الكبيره تنكون لهم كل احترام وكل تقدير وتنحترمهم
وعلى راسي من الفوق كاملين، والساده النقاب والساده المحاميين، لا من مرأة لا من راجل، تنقول لكم كل احترام، وانا عمرني نتجرأ، وانا ماشي نسطي باش نسب لهيئه المحامين، ونقول احنا عارفين المحامين عندنا في المغرب عندهم نزاهه، كلهم تبارك الله فيهم نزاهه، كل ما كانش فيهم النزاهه ما غيديروش علينا واحد الاضراب على قبل المواطن. بالعكس انا الضرب ديال رجليهم كاملين، وما عندي مشكل مع حتى محامي، ومحامين اللي تدافعوا عليا كلهم بيني وبينهم علاقه طيبه، وتنقول لهم كل احترام للمحامين، منهم مرا ومنهم راجل من طنجه للكويره. السيده المحامون على راسنا، رضا اول مره شفتي داك الفيديو تلاح ديال المحامي؟ انا تصدمت، انا براسي تصدمت. شفتي انت ولا صيفطو؟ لا صيفطوه لي الناس، صيفطوه لي الناس باش تعرف هذا الفيديو دار شهر 8. علاش ما تلاحش؟ علاش خرج لك دابا؟ حيت دابا راه باغي نطيح، خاصني نطيح لتحت، خاصني نطيح لتحت. انا تنطلب الى يمكن غلطت في كلمه واحده، شناهي؟ انا جبت هذيك الكلمه، ما كنتش كنتمنى ما نقولش هذيك الكلمه، نقول واحد جوج ناس في هذه اللي غلطت فيها. اما انا الطراب ديال رجليكم، ولا لقيتوا هذاك اللايف وتصابيت، انا قلت فيكم كلاب العيب، يديكم طويله عليا نمشي انا باش ما بغيتوا نتوما. بالعكس انا المحاميين على راسي من الفوق، وانا الطراب ديال رجليهم، وانا شوف انا ماشي زعما تنعتذر منهم، بالعكس ولا تنقلل منهم، انا جيت نبرر لهم باش هما يفهموني بانني انا ما نسبهمش، وانا الطراب ديال رجليهم انا تنعتذر باش عادي خرجت عاديه وقلتها. راه انا عمرني ما نضرب في الهيئه ديال الدار البيضاء او هيئه المغرب من طنجه للكويره. كنشوفوا رضا ان ذاك المقطع اللي لاحوه، لاحوه بزاف ديال تيسربوا لك مكالمات، واش الصوت كذاك ولا ما فهمتش؟ انا هذاك الشيء تيبقى في سر ان شاء الله. لا حتى هو لا لا ما كنهضرش، انا كنشوف انا كنشوف انا كنشوف غير واحد الكونت هو اللي تنطلع عليه، هو اللي كل مره كيلوح لك. انا ما تنقول هذاك لا صوتي ولا ماشي صوتي، هذاك الشيء جاري فيه البحث بسريه، ما عنديش حق نهضر فيه. يعني مستعد لاي حاجه؟ اكيد 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 اكيد. رضا كنسولك وكتهضر بحال ملي كنقول لك شي حاجه كتهضر وانت تيق في راسك، مش عارف راسك ما درتي والو في داك الشيء. والله وثم والله وثم والله ما عارف راسي، ما سبش المحاميين، تنقول لهم كل احترام، وعارف راسي انني ما داير لا تجاره لا في البشر لا في الحوايج لا في والو، والحمد لله لا في قصيري لا في هذاك الشيء كامل، الحمد لله ما داير فيه قد كما دايروش. وانا تنقول دائما ودائما، وانا غنبقى دائما نقول هذه الكلمه، انا ثقتي في القضاء كبيره، وعارف القضاء نزيه، والمحاميين ديال المغرب كامل، انا عمرني ما نسبكم وعمرني ما نعيركم، وانا ماشي مختل عقلي باش نوض نفتح واحد اللايف اللي تتفرجوا فيه الناس ونوض نسب هيئه المحامين. بالعكس انا الساده النقاب والساده ديال هيئه الدار البيضاء او من طنجه للكويره ديال المحامين، انا عمرني ما نسبكم، بالعكس انتم كنتوا فاش كنت ندير شي حاجه تكونوا في جنبي تكونوا معايا، بالعكس محامين في مراتب ديال احبابنا والعائلات ديالنا، وكنقول الكل احترامي. ومشكلتي كيوقف معاك دابا محامي، خاصك تشد محامي. ما كنتش انا تنقول كل احترامي للساده المحاميين وللسيدات المحاميين منهم.